السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماع امبارح لاستعراض مشروع الموازنة العامة للعام المالي القادم 2025-2024، ووجه سيادته بالاستمرار في الحفاظ على الانضباط المالي وضمان الاستدامة المالية للموازنة العامة للدولة، ده بالإضافة إلى مواصلة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لخفض الدين العام للموازنة وأعباء خدمته. امبارح أيضا عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع من أجل متابعة ملف مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في المشروعات البترولية في مصر. خلال هذا الاجتماع تم التنويه إلى بدء الحكومة سداد مستحقات الشركاء الأجانب العاملين في مشروعات البترول بحوالي 20% من المتأخرات، وذلك من خلال خطة مجدولة من أجل سداد كافة المتأخرات تباعا خلال الفترة القادمة. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح، أبرزها اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستعراض مشروع موازنة العام المالي القادم 2024-2025، حيث عرض وزير المالية أبرز المؤشرات النهائية لمشروع الموازنة بما تتضمنه من مواصلة تحقيق فائض أولي وزيادة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ومنظومة الدعم والحماية الاجتماعية. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في الحفاظ على الانضباط المالي وضمان الاستدامة المالية للموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى مواصلة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لخفض الدين العام للموازنة وأعباء خدمته. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع لمتابعة ملف مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في المشروعات البترولية بمصر. خلال الاجتماع تم التنويه إلى بدء الحكومة سداد مستحقات الشركاء الأجانب العاملين في مشروعات البترول في مصر بإجمالي نحو 20% من المتأخرات، وده من خلال خطة مجدولة لسداد جميع المتأخرات تباعاً خلال الفترة القادمة. امبارح أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تحليل معلوماتي حول سياحة اليخوت البحرية في مصر، أشار خلاله إلى أن سياحة اليخوت تعد نوع جديد من أنواع السياحة الموجودة على أرض مصر، وهي واحدة من أغنى وأرقى أنواع السياحة، وحيث تميزت مصر بالعديد من المزايا التنافسية التي جعلتها من أولى الدول الرائدة في جذب سياحة اليخوت عالمياً، إذ تتميز بموقعها الجغرافي الذي يقع عند ملتقى ثلاث قارات، كما تمتلك شبكة موانئ بحرية على امتداد سواحلها تربطها بمختلف دول العالم، وتمتلك أيضاً خط ساحلي واسع النطاق على البحرين الأحمر والمتوسط، فضلاً عن تمتعها بمدن ساحلية ترفيهية من الدرجة الأولى زي شرم الشيخ ونويبع ودهب وطابة، بالإضافة لمدينة العالمين التي تعد مدينة سياحية واعدة. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إنه في إطار حرص القوات المسلحة على تعزيز التكامل في المجالات العلمية بالتعاون مع كبرى الهيئات والمؤسسات الأكاديمية والبحثية لخدمة المجتمع ودعم جهود التنمية في مختلف القطاعات، وقعت الكلية الفنية العسكرية بروتوكول تعاون مع الهيئة العربية للتصنيع بهدف الاستفادة من الإمكانات العلمية والتكنولوجية والبنية الأساسية المتاحة في إعداد وتأهيل الكوادر العلمية والهندسية ورعاية المبتكرين وتقديم الحلول الفنية والهندسية لتطوير الإنتاج المحلي في قطاعات التصنيع المختلفة. وفي ذات السياق وقع مدير الكلية الفنية العسكرية ورئيس الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء بروتوكول تعاون يهدف لتكامل الجهود العلمية والعملية والبحثية وتبادل الخبرات بين الجانبين في مجالات التكنولوجيا المتطورة وتطبيقات الاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، وده باستغلال الكفاءات والخبرات العلمية والفنية والتكنولوجية المتوفرة في كل جهة بما يدعم الجهود الوطنية لتحقيق التنمية وتحسين الخدمات البيئية وإنشاء وإدارة الحاضنات التكنولوجية في مجال الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطبيقاتها في خدمة المجتمع المصري. امبارح كشفت مبادرة أبواب الخير من صندوق تحيا مصر عن جهودها خلال النصف الأول من شهر رمضان الفضيل من خلال تقديم العون وكافة أوجه الدعم لأكثر من 6.1 مليون مواطن من الأسر المستحقة والأولى بالرعاية، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهلهم وتوفير احتياجاتهم المعيشية.